بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم فقهنا في ديننا وفيما أقمتنا فيه فقها نصل به إليك، ولا يكون حجة علينا بل يكون حجة لنا بتوفيقك وفضلك يا رب العالمين. نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع من فقه السادة الشافعية، ونحن اليوم في فصل المسح على الخفين. فصل في المسح على الخفين. والمسح على الخفين يكون عقب الوضوء، لكن هو جابه هنا عقب الغسل، يعني المفروض ان هو كبديل لغسل الرجلين، وغسل الرجلين بيكون في الوضوء، لكن هو هنا جابه ايه بعد الغسل وقبل التيمم، لان هو يشبه التيمم ان هو ما فيهوش استعمال ماء كثير، والغسل يشبه الوضوء بجريان الماء، فراعى الحكاية دي. يقول في الهامش، نقرأ الأول كلام القاضي أبي شجاع مع شرح ابن قاسم الغزي. يقول: فصل. والمسح على الخفين جائز في الوضوء، لا في غسل فرض أو نفل، ولا في إزالة النجاسة، فلو أجنب أو دميت رجله فأراد المسح بدلا عن غسل الرجل لم يجز، بل لا بد من الغسل. وأشعر قوله جائز أن غسل الرجلين أفضل من المسح، وإنما يجوز مسح الخفين لا أحدهما فقط، إلا أن يكون فاقد الأخرى بثلاثة شرائط: أن يبتدئ أي الشخص لبسهما بعد كمال الطهارة، فلو غسل رجلا وألبسها خفها ثم فعل بالأخرى كذلك لم يكفي، ولو ابتدأ لبسهما بعد كمال الطهارة ثم أحدث قبل وصول الرجل قدم الخف لم يجز المسح، وأن يكون أي الخفان ساترين لمحل غسل الفرد من القدمين بكعبيهما، فلو كان دون الكعبين كالمداس لم يكفي المسح عليهما. والمراد بالساتر هنا الحائل لا مانع الرؤية، وأن يكون الستر من جوانب الخفين لا من أعلاهما، وأن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما لتردد مسافر في حوائجه من حط وترحال، ويؤخذ من كلام المصنف كونهما قويين بحيث يمنعان نفوذ الماء، ويشترط أيضا طهارتهما. نقف عند هذا الحد ونقرأ بقى الشرح. يقول الشيخ إبراهيم البيجوري في الحاشية: لو ذكره، يعني ذكر المسح على الخفين عقب الوضوء لكان أولى، لأنه كأنه بديل لغسل الرجلين في الوضوء وأنسب، لأنه جزء منه، ولعله ضمه للتيمم لأن كل منهما مسح، وقدمه عليه يعني على التيمم لكونه بالماء والتيمم بالتراب. والكلام عليه يعني على المسح على الخفين منحصر في خمسة أطراف: الطرف الأولى في حكمه، وذكره حكم المسح على الخفين ايه؟ ذكره بقوله والمسح على الخفين جائز، يبقى الجواز.
والطرف الثاني في شروطه، وذكرها بقوله بثلاثة شرائط، والطرف الثالث في مدته، وذكرها بقوله ويمسح المقيم إلى آخره، والطرف الرابع في مبطلاته، وذكرها بقوله ويبطل المسح إلى آخره، والطرف الخامس في كيفيته، ولم يذكرها المصنف، وأشار لها الشارح بقوله والسنة في مسحه أن يكون خطوطا، فالمصنف تكفل بجميعها إلا الكيفية فأشار لها الشارح، الشارح اللي هو ابن قاسم الغزي. وشرع المسح على الخفين في السنة التاسعة من الهجرة في غزوة تبوك. وشرع المسح على الخفين في السنة التاسعة من الهجرة في غزوة تبوك، وهو مكان بالشام في طريق الحاج. ولحد دلوقتي اللي بيروح بالبر بيعدي على تبوك، فما زالت هي طريق البر. وقيل شرع مع الوضوء ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة. يبقى في رأيين في متى شرع المسح على الخفين. الرأي الراجح ان هي في غزوة تبوك في العام التاسع، وقيل دي صيغة تمريض. الأضعف انه شرع مع الوضوء قبل ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة تقريبا، وهو ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم قولا وفعلا، وثبت المسح على الخفين بقول النبي وبفعله. روى ابن المنذر عن الحسن البصري أنه قال حدثني 70 من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الخفين، ومن ثم قال بعضهم أخشى أن يكون إنكاره كفرا، لأن صار متواترا. لما يبقى 70 من الصحابة رووا المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاللي يجي ينكر خبر زي ده كأنه بينكر المتواتر، كأنه بينكر القرآن، لأن القرآن ثبت لنا بنفس الطريق، فاللي ينكر المتواتر يكفر. وعلشان كده بيقول أخشى أن يكون منكره كافرا، أن يكون منكره كافرا. وهو من خصائص هذه الأمة، ويدل له قوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا في خفافكم فإن اليهود لا يصلون في خفافهم. يبقى دل كلام النبي هذا على أن المسح على الخفين من خصائص هذه الأمة، وهو رخصة، ويرفع الحدث مقيدا بمدة، رفعا مقيدا بمدة. انت عارف ان التيمم لا يرفع الحدث، التيمم يبيح الصلاة مع بقاء الحدث لانه لا يرفع، مش مية. ده التيمم ده ضربة في التراب وتمسح الوجه، وضربة تانية وتمسح الذراعين، فلا يرفع حدث، لكنه يبيح الصلاة مع بقاء الحدث. لكن المسح على الخفين يرفع الحدث بس رفعا مقيدا بمدة، يرفع الحدث رفعا مقيدا بمدة. المدة اللي هي يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام للمسافر، يوم وليلة للمقيم، بحيث انقضاء المدة مبطلة للوضوء. يعني لو واحد مسح على الخف ومضى عليه يوم وليلة، بمجرد ان يمر عليه اليوم وليلة يبقى بطل وضوء او بطل المسح، فلازم في الحالة دي يخلع الخف ويغسل رجليه الاثنين او يتوضأ وضوء كامل. وحكم انه رخصة مش عزيمة، العزيمة هي الاصل، لان تعريف الرخصة، الرخصة ليها تعريفات كثيرة، لكن اسهلها هو ما كان على خلاف الدليل لعذر. تعريف سهل كده للرخصة تحفظه، هو ما كان على خلاف الدليل لعذر. الدليل مثلا انك انت في رمضان تصوم، لكن تيجي وانت مسافر تفطر في رمضان، يبقى يأتي على خلاف الدليل لعذر السفر، يبقى رخصة، مش كده برضو؟ الدليل اللي هو الأصل، اللي هو الحكم الأصلي. الظهر 4 ركعات، كويس، يجي في السفر الطويل تصلي ركعتين قصر،
يبقى يأتي على خلاف الدليل لعذر القصر، يبقى الرخصة هي ما كان على خلاف الدليل العذر. أكل الميت حرام، يأتي عذر الاضطرار، فيأتي على خلاف الدليل لعذر الاضطرار فيباح لك أكل الميت. يبقى الرخصة كده تعرفها سهلة اهو، الرخصة هو ما كان على خلاف الدليل لعذر. واضح؟ زي التيمم، انت اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا، يبقى مأمور انك انت تتوضأ باعضاء معينة كما شرح. طيب فقدت الماء، عذر فقد الماء يبيح لك التيمم، يبقى التيمم رخصة. واخد بالك من الرخص بدل عن الوضوء على سبيل الرخصة والتيسير. ما هو فقد الماء قد يكون فقد حسي وفقد معنوي، فقد حسي يعني مش لاقيه، وفقد معنوي قدامك لكن يضرك لو استعملته كويس، يبقى في الحالتين دول كأنك فقد الماء، يبقى في الحالة دي تتيمم، والتيمم يكون بدل للوضوء وبدل عن الغسل، بدل عن الاثنين. يبقى حكم مسح الخفين رخصة، وهو رخصة، والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، ويرفع الحدث خلافا للتيمم لا يرفع الحدث رفعا مقيدا بمدة، ويبيح الصلاة من غير حصر خلافا للتيمم، حيث أنه لا يبيح إلا صلاة فرد واحد وما تعلقت به من سنن، فهتصلي فرد ثاني تتيمم ثاني، التيمم قدرته فرد واحد بس تقدرش تصلي به إلا فرد واحد، لكن المسح على الخفين يبيح الصلاة من غير حصر، طالما ما انتقدش وضوءك وانت مسح الخف صلي إن شاء الله 4 فرائض 5، انت حر كويس. يبقى هو يخالف التيمم في حاجتين، انه هو يرفع الحدث لكن مقيد بمدة، والتيمم لا يرفع الحدث، وان هو يبيح الصلاة بغير حصر، والتيمم لا يبيح الا صلاة فرد واحد وما تعلق وما وبعد ذلك ما شئت من النوافل. قوله والمسح على الخفين، تعبيره بالخفين اولى من تعبيره من تعبير غيره بالخف، لان في غيره غير المصنف اللي هو القاضي ابو شجاع كان يقول لك المسح على الخف، فبيقول لا، اما يقول الخفين اولى، التعبير بالخفين اولى من المسح على الخف لإهامه جواز المسح على خف رجل واحد، لأنما تقول مسح على الخف يدي لك إهام إنه ممكن يجوز إن أنا أمسح على خف رجل واحد وغسل الأخرى وليس كذلك، يعني حمسح يا إما أمسح على الرجلين الاثنين يا إما أغسل الاثنين رجلين الاثنين، ما أمسحش على واحدة وأغسل الثانية إلا لعذر بقى حاجة تانية، إن الرجل دي مثلا فيها مرض، فيها شيء من هذا، أو فيها يعني ضمادة أو جراحة، يبقى ساعتها بمسح عليها وبتيمم عنها كمان واغسل الأخرى، هيجي بباب التيمم. لإهامه جواز المسح على خف رجل واحدة وغسل الأخرى وليس كذلك، وإن كان الخف يطلق على الفردتين، أنت بتقول الحذاء ما بتقولش الحذائي، فما تقول خف يعني معناه الفردتين، فبيقول برضه وإن كان كده، لكن إحنا في الفقه نحب تبقى الأمور واضحة، في الفقه نحب تبقى الأمور واضحة خالص، فما يقول الخفين عشان يزيل إهام أي واحد بيقرأ إن ممكن الحكاية دي، وإن كان الإنسان المعتاد يعرف إن الخف معناه فردتين، ولا أنت ما بتروح تشتري من عند الراجل بتقول له هودني عشان آخد الفردة التانية، لا بتاخدهم فردتين على بعض مش كده برضه، وعلى إحداهما، ويطلق أيضا على فردة واحدة ويطلق على الاثنين، بل وعلى الأكثر من الفردتين بجعل ألف الخف للجنس، فإذا قلنا الخف الأل دي الألف واللام دي للجنس يبقى يطلق على الأكثر كمان، تقف في الشارع قدامك 20 خف وتقول الخف ب20 جنيه، الخف ب20، وأنت قدامك 20 و30 خف، لأن الألف واللام هنا للجنس، خدت بالك إزاي؟ فيشمل ما إذا كان له رجل واحدة لقطع الأخرى أو فقدها خلقة، ويشمل ما لو كان له أكثر من رجلين، واحد ليه 3 رجلين وكانت كلها أصلية
او بعضها اصليا وبعضها زائدا، واشتبه الزائد بالاصلي، او سامتة يعني كانوا الاثنين في جهة واحدة، الرجل الزيادة في نفس جهة الرجل الثانية بتلمس الارض، فيلبس كل منها خفا ويمسح على الجميع. يبقى واحد لو ربنا خلق له ثلاث رجلين وكانت ثلاث رجلين اصلية، يبقى هيغسل رجليه الثلاثة، ولو هيبقى يمسح على الخف يلبس في الثلاثة الخف، وهكذا. لو زائدة وغير مسامتة زي ما قلنا بقى زمان في الصوابع وفي الايد الكلام ده، لو غير مسامتة بتاع خلاص نفس الكلام. ولو اشتبهت يبقى يحتاط ويمسح على الجميع. فان كان بعضها اصليا وبعضها زائدا ولم يشتبه ولم يسامت، فالعبرة بالاصل دون الزائد، فليلبس الاول خفا دون الثاني، اللي هو المسامت او الاصل يلبسه خف، والزائد الغير مسامت لا يلبسه خف، الا ان توقف لبس الاصل على لبس الزائد فيلبسه ايضا، لانه بيلحق بيه. افرض ان الزائد ده ما يعرفش يلبس الخف في الرجل الاصلية الا اذا دخل الزائد معاه، لانها بارزة كده وطلعة فما يعرفش يفصلها، يبقى ساعتها يجب انه يلبسها الزائد ده، عشان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، مش القاعدة كده. والمصنف انما نظر للغالب، قال الخفين المصنف للغالب، لان غالب الناس ليهم رجلين اثنين، وهو ان الشخص له رجلان فعبر بالخفين. والخف معروف وجمعه خفاف ككتاب، واما خف البعير فجمعه اخفاف كقفل واقفال، للفرق بين ما هو ما ها هنا وما للبعير. انت عارف ان في بعض البعير بيبقى ليه خف برضه، ولا خف الجمل، خف الجمل لما تجمعه تقول عليه اخفاف، كويس، انما لما تجمع الخف اللي بيلبسه البني ادم تقول عليه خفاف، فدي برضه دقه في اللغه ظريفه يعني. قوله جائز اي من حيث العدول عن غسل الرجلين اليه، يعني حكم المسح على الخفين ان هو جائز الاصلي كده، لكن احيانا يطرأ عليه الاحكام الخمسه، يعني احيانا يبقى جائز واحيانا يبقى محرم واحيانا يبقى مباح واحيانا يبقى واجب واحيانا يبقى مكروه، على حسب. هيدي لك امثله بقى امتى يبقى واجب وامتى يبقى مكروه وامتى يبقى، وهكذا. فلا ينافي انه يقع واجبا دائما، حتى قيل انه من الواجب المخير، ورد بان شرط الواجب المخير الا يكون بين الشيء وبدله كما هنا، اصل قال ان المسح على الخف هنا، واخد بالك ازاي، ده بدل عن الغسل، والواجب المخير ما يبقاش بين الشيء وبدله، بيبقى بين الشيء ومثله. الواجب المخير بيبقى كلها امثال واحده، كلها واجبات نفس الحكم مش بدائل. يعني اما تقول في خصال الكفاره فكفارته اطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبه، فده اسمه واجب مخير. انت مخير بين خصله من احد هذه الخصال، الواجب مبهم في واحد من الثلاثة، واخد بالك، يسموه الواجب المخير. لكن هنا قال لك ان ده ما ينفعش يتقال عليه واجب مخير، لانه هنا ده بدل عن الغسل، وليس زي الغسل بالظبط، ده بدل رخصة. انما الواجب المخير ما بيوصفش بالرخص، ده كله واجب، بس الواجب مبهم في خصلة من خصال ثلاثة، فهمت ازاي؟ فعلشان كده ما ينفعش نقول عليه انه واجب من الواجبات المخيرة. واحنا قايلين ان الواجب المخير عارفينه، ان الواجب المخير نوعان، نوع يجوز الجمع بين خصاله ونوع لا يجوز الجمع بين خصاله، نوع يجوز الجمع بين خصاله كلها ونوع لا يجوز الجمع بين خصاله. مثال الذي يجوز الجمع بين خصاله خصال كفارة اليمين، ممكن انا اطعم 10 مساكين واكسيهم واحرر الرقبة لما احنف،
حد يقول لي لا اعمل انا الثلاثه، ويبقى انا عملت اول خصله عملتها تبقى هي الواجب والباقي سنن مستحبات صدقات. كويس، خير وبركه. فيبقى يجوز الجمع بين خصاله، هذا نوع واجب مخير يجوز الجمع بين خصاله. كويس، في نوع واجب مخير لا يجوز الجمع بين خصاله، زي اختيار خليفتين للمسلمين. المسلمين اجتمعوا اهل الحل والعقد فانقسموا فرقتين، فرقة قالوا فلان يبقى الخليفة وفرقة تانية قالوا فلان يبقى الخليفة، فلا يجوز الجمع بينهما، لا يجوز الجمع بينهم، يجب ان واحد فيهم يتنازل. طب الاثنين صمموا نقتل واحد فيهم ونصلي عليه وندفنه وكل حاجه، اللهم ارحمه واغفر له، عشان المسلمين، علشان المسلمين يبقوا ايه على قلب رجل واحد بدل ما تبقى فتنه. فهمت ازاي؟ لكن يبقى ده اسمه واجب مخير برضه، مخير بين واحد زي سيدنا عمر لما طعن جعل الامر في سته، مش كده برضه؟ جعلوا شورى في سته، واجب مخير، لكن لا يجوز الجمع بينهم، لازم يختار واحد منهم، هو ده واجب مخير لا يجوز الجمع بين خصاله. يبقى ايه في الواجب مخير؟ نوع يجوز الجمع بين خصاله، ونوع لا يجوز الجمع بين خصاله. لكن دي تفصيله كده زائده خارجه عن الموضوع. الواجب المخير بيبقى كل التخيير في خصال كلها واجبه، كل واحد له واجب على حده، لكن الواجب واحد في متعدد، وهذا الواحد مبهم، مبهم مش عارفين، خدت بالك ازاي؟ لكن هنا ما ينفعش نقول ان المسح على الخفين من الواجب المخير، لانه ده بدل، بدل عن ايه؟ عن الغسل. فإن المسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين، وجواز العدول هو الأصل عند القدرة على كل من المسح والغسل. وجواز العدول هو الأصل عند القدرة على كل من المسح والغسل. وقد يجب فيما إذا كان، إمتى يجب بقى؟ فيما إذا كان مع لابس الخف ماء يكفيه للمسح ولا يكفيه للغسل. أنا معايا شوية مية كده، وأنا عايز أصلي ومفيش غيرهم، وأنا كنت لابس خف على وضوء، لو قلعت الخف مش هيكفوني لأن هغسل رجليا، ده الكوباية دي تخلص في غسل الرجلين بس. يبقى في الحالة دي واجب إن أنا أمسح على الخف عشان الكوباية دي تكفيني أغسل بيها وجهي وذراعي وامسح على رأسي، وساعتها اروح مسح بقى على الخفين وانتهت. يبقى ساعتها المسح هنا واجب حتى لا ألجأ الى التيمم مع وجود الماء. خدت بالك؟ انك انت تعدل عن ايهما، انك انت تعدل عن الغسل للمسح او المسح للغسل في اي وقت. فده دليل ان بدل، ان ده دليل البدلية، ده دليل البدلية، واخد بالك؟ يعني بعد ما اخترت وهتشرع ممكن تبدل في اي لحظه، بخلاف بقى الواجب المخير. الواجب المخير اذا شرعت خلاص، يعني انا اخترت ان انا هاطعم 10 مساكين، جيت اطعمت واحد ما عدلش بقى للكسوه، فهمت؟ اكمل بقى اطعام 10 مساكين، ما اطعمش 5 واكسي 5، يا اطعم 10 يا اكسي 10، فهمت ازاي؟ يبقى في الواجب المخير لا اعدل عنه اذا شرعت فيه، لكن هنا ممكن اعدل في اي لحظه. اذا شرعت في الوضوء وانا كنت ناوي اغسل رجلي، ممكن في اي لحظه اقول خلاص همسح على الخف بقى. خدت بالك ازاي؟ تقدر تعدل عنه. هيجي مده المسح انها 24 ساعه، بتبدا من امتى؟ من هل من وقت اللبس ولا وقت النقد ولا وقت اول مسح؟ نشوف، خليها مفاجاه. يبقى انتقد وضوء ما ينفعش يصلي لو انكشفت حتى رجله، يعني اتفتحت السوسته بتاعته او الزراير بتاعته فانكشفت رجله وهو كان ماسح عليها، لا يصح، يبطل المسح. يبقى في الحاله دي هيروح مطلع رجليه ويغسلها.
لان احنا يغسلها بس، يغسل الرجلين الاثنين، لان عندنا الموالاة سنة مش واجبة. ما احنا عندنا الموالاة سنة مش واجبة، مش كده برضو؟ فممكن يغسل رجلي بس وخلاص. افرض وانت قاعد كده الواد ابنك بيلعب معاك، راح مقلعك الخوف وانت كنت ناوي تقوم تصلي العشاء وماسح عليه، خلاص قوم اغسل رجلك وصلي بدل ما تجري وراه وتضربه، تقول له الدنيا برد هتخلينا اتوضى من اول وجديد. لا بقى اغسل رجلك خلاص وما تتخانقش معاه. فهمت؟ بتحصل. وقد يجب فيما إذا كان مع لابس الخف ماء يكفيه للمسح ولا يكفيه للغسل، أو ضاق الوقت، يعني الوقت خلاص، أنا الوقت المغرب فاضل عليها 5 دقايق وتدن وأنا ما صليتش العصر، لو توضيت وغسلت رجلي ورحت نشفت وعملت هيدن المغرب ولسه ما عملتش، يبقى الوقت ضاق، أروح متوضئ أعمل الواجب وأمسح الخفين وألحق أجيب لي ركعة قبل غروب الشمس، الحق اجيب لي ركعه قبل غروب، يبقى ضاق الوقت، يبقى اذا قل الماء او ضاق الوقت يجب المسح. واضح؟ او كان يترتب على المسح انقاذ نحو غريق او ادراك عرفه او نحو ذلك، كل دي صور لمتى يجب المسح على الخفين. واخد بالك؟ لو انا مثلا بتوضى واقف على شط الترعه بتوضى، وبعدين بصيت لقيت واحد بيقول الحقوني بيغرق، اروح ماسح وناطط قافز وراه اجيبه ادركه، او انادي اقول الحقوه، او ارمي له حبل يمسك فيه، اي حاجه بقى يعني انقذه. او لو انا هغسل رجليا هيدن عليا فجر يوم النحر، وانا خلاص بيني وبين عرفه حاجه بسيطه، عايز الحق ادرك ولو لحظه قبل فجر يوم النحر ما يطلع عشان ادرك الحج، ما اقعدش بقى اغسل وحسوك واقول انا هغتسل غسل الوقوف لعرفه وهغسل مش عارف ايه واعمل ايه، وبعدين على ما اوصل وانا على ابواب عرفه يقول الله اكبر الله اكبر، يبقى ضاع عليا الحج. يبقى في الحاله دي لازم ايه ادرك، يبقى كل ما يضيق الوقت تلحق تعمل الحكايه دي. وقد يحرم مع الاجزاء، لو انا سارق الخف، لو انا سارق الخف ولبس، او شاري بمال مغصوب، سارق الفلوس نفسها واشتريت بيها خف، او غصبت الخف نفسه ولبسته، يبقى يحرم ان انا امسح على خف مغصوب لكنه يجزئ وصلاتي صحيحه عندنا وبطلع عند الحنابله، زي الماء المغصوب، واحد سرق ميه وتوضى وصلى، صلاته صحيحه ووضوءه صحيحه، صحيح مع الحرمه، واخد بالك؟ يأثم عند الحنابله باطل. فهمت ازاي؟ الوضوء باطل والصلاه باطل، لكن عندنا احنا صحيحة لكن لا يأثم. يعني ما تقولوش عيدها، ما تقولوش عيدها. وقد يحرم مع الإجزاء فيما إذا كان الخف مغصوبا أو من حرير لرجل، أو لابس الخف حرير، حرير صفيق، ما هو أنواع الحرير أنواع، يعني حرير يتوفر فيه الشروط اللي احنا هنقولها، ولبسه، ولبس الحرير ده حرام للرجال. افرض معمول بطنطو حرير يا اخي مثلا، مش شرط يبقى كله، يعني يبقى ايه لبسه حرام، ولو مسح عليه يجزئ وصلاته صحيحه اذا كان راجل، واذا كان ست خلاص ما يجراش حاجه، ما هو بيلبس تلبس الحرير. او مصنوع من جلد ادمي، ها، أو مغطيه بالحرير، أو مبطنه بالحرير، أو مصنوع من جلد آدم، حرام برضه، سلخ جلد واحد ودبغه ووضبه وعمل زي في القبائل اللي بتاكل البني آدمين، ربنا ينجينا. يفرض واحد من القبيلة دي أصلا كان عنده خف كان من جلد آدميين قبل ما يسلم، وبعدين عنده، وبعدين جاء أسلم وقال لما البس الخف ده امسح عليه، نقول له لا كده حرام ده من جلد ادم، يتوب الى الله بقى. ومع عدم الاجزاء فيما اذا كان لابس الخف محرما، وامتى بقى لا يجزئ، يحرم ولا يجزئ، يبقى هنا امثله يحرم ويجزئ، اذا كان مغصوب، اذا كان من جلد ادمي، اذا كان من حرير واللابس رجل،
مش كده برضو؟ طب امتى يحرم ولا يجزئ؟ لو كان محرم، المحرم حرام ان هو يلبس خوف، ولو مسح عليه لا يجزئ. فهمت ازاي؟ وقد يندب كأن رغبت نفسه عن المسح، يبقى مستحب لي لو هو يعني متأفف من استعمال الرخصة. يقول لك لا لا بقى معقول ينفع المسح؟ لا انا لازم اغسل رجلي، انا ما استريحش الا لما اغسل رجلي. نقول له يا سيدي الرسول الله اللي افضل من الخلق كلهم مسح الخف، ايه يعني ما تستريحش؟ يبقى ساعتها يستحب له ان نقول له يمسح علشان يلتزم بالسنة ما يتعاليش عليها. وقد يندب كأن رغبت نفسه عن المسح ومالت إلى الغسل لما فيه من النظافة لا لكونه أفضل من المسح، وإلا فلا يندب حينئذ. وكأن طرأت له شبهة في جواز المسح، كأن يقول يحتمل أنه نسخ فيشك في ذلك، لا أنه يشك هل يجوز له فعله أو لا، وإلا فلا يجوز له المسح حينئذ. يعني لو شك هل نسخ او لا، لو شك نقول له ما لا يجوز لك انك تمسح لحد ما تتثبت وتسأل العلماء طالما شكيت. وكأن يكون ممن يقتدى به، يستحب لي المسح لو كان يقتدى به عشان ينشر العلم للناس ويقتدوا به ويتعلموا منه، يكون إمام في مسجد، يكون إمام في معسكر، يكون في مكان معروف، يوم ما يمسح الناس كلها تشوفه يمسح يمسحوا زي يعرفوا حاجة جديدة. وقد يكره فيما إذا كرر المسح لأنه يعيب الخف لإضاعة مالية الخف، قد يكره كل يوم يقعد يمسح يمسح لما الخف حيبوش وكل شويه يضيع فلوسه ويشتري خف جديد، نقول له بقى كفايه شويه امسح وشويه يغسل وحافظ على الخف بتاعك كده ما تضيعش فلوسك. يبقى هنا يكره ليه؟ لضياع ماليه الخف بكثره المسح عليه. ويؤخذ من ذلك انه لو كان من خشب او نحوي لم يكره لانه لا يعيبه. قوله في الوضوء اي ولو مندوبا، يبقى يعني يجوز المسح على الخف في الوضوء ولو كان الوضوء نافلة يعني مندوب يعني تجديد وضوء، كالوضوء المجدد فيمسح فيه على الخفين بدلا عن غسل الرجلين وإن لم تكن حاجة إليه، فليس من الواجب المخير لأنه لا يكون بين الشيء وبدله كما علمت. كل ده برضو بإيه؟ بيرد على الناس اللي قالوا عليه واجب مخير. قوله لا في غسل بالتنوين، يعني ما ينفعش يمسح على الخفين في غسل، لأن الغسل لازم يعمم البدن بالماء، إلا لو كان الغسل واسع والمية بتخش من خلاله يبقى يجوز إنه يغتسل وهو إيه؟ جوه الخف، طالما واسع كده والمية هتخش من خلاله. وقوله فرض أو نفل بدل منه، يعني لا يجوز حتى في غسل نفل كما لا يجوز في غسل فرض. ويصح قراءته بلا تنوين في غسل فرض أو نفل، وإضافته إلى ما بعده من إضافة الموصوف إلى الصفة. فالفرض كغسل الجنابة والنفل كغسل الجمعة، ولا في إزالة نجاسة، ولا يجوز انك انت تمسح عليه في إزالة نجاسة برضه، لان اذا النجاسة تزال بالغسل مش بالمسح. اي ولو معفوا عنها، ولم يقل فرض او نفل كسابقه لانها لا تكون الا فرضا، إزالة النجاسة لا تكون الا فرض، وفرضيتها عند إرادتك أن تقوم للصلاة، أما قبل إرادتك أن تقوم للصلاة فمستحب إزالتها فقط مش واجب عليك. يعني أنا وقع علي شوية حاجة نجسة يستحب لي أن أنا أزيلها على طول في الحال، يستحب، لكن متى يجب؟ لو أردت أن أقوم للصلاة يبقى وجب بقى إزالتها على الفور، كويس، لكن قبل كده يستحب. واضح؟ إزالة النجاسة على الخف، أه، او ان رجله نفسها عليها نجاسه. ما عندناش احنا نجاسه معفو عنها الا لو كانت لا يدركها الطرف، لا يدركها الطرف، او تكون نشعه من ضماده
من جرح ونشأ على اليد الماضي، واخد بالك ازاي؟ او تكون يعني دم بق او براغيث او شيء من هذا، او مثلا القيء بتاع الذباب، انت ما تدركوش، ما الدبانه بتقف على الواحد تتآية وتعك الدنيا وبعدين تمشي، بس حاجات لو معاك مكبر تشوفه، لكن من غيره لا، كل ده معفو عنه، خدت بالك؟ لكن عند الاحناف قالوا بقدر الدرهم البغلي اللي هو قد الريال بتاع زمان. الاحناف رايهم حلو برضه، قالوا لان فتحه الشرج اللي انت بتيجي تستعمل فيها الاستنجاء بالحجاره بالاستجمار بيبقى اثر النجاسه فيه، ولما تقعد كده تلاقي فتحه الشرج قد الدرهم البغلي. البغلي كان عندهم درهم، درهم يسموه الدرهم البغلي، قد الريال بتاعنا بتاع زمان، واخد بالك؟ شفت انت الريال وعيت عليه؟ يعني في ريال كان زمان ريال كده، واخد بالك؟ يعني قد العشرة ساغ، لا ممكن تشوفها في المتحف العشرة ساغ، فدي ليه؟ قد يعني دائرة فتحة الشرج، لما يجي الواحد يقعد كده ودائرة فتحة الشرج دي يكون مستعمل الحجارة في الاستجمار بتعرق، لما بتعرق وانت في الاستجمار بتشيل النجاسة وما تشيلش اثرها، فيجي العرق ده ينقل اثر النجاسة على ثوبك بقدر فتحة الشرج، عشان كده قالوا بقدر الدرهم البغلي، ده كلام الاحناف. يعني رأيهم برضو وجيه، مش حلو، مش وحش يعني، ايه رأيك؟ حلوة دي؟ يا كلام حلو، الإمام أبو حنيفة يقنعك لو قال لك البتاع ده ذهب تصدقه؟ يعني ما شاء الله، يعني كان عنده قوة حجة وذكاء وربنا سبحانه وتعالى يعني جعل استنتاجاته الفقهية من أحاديث محدودة مطابقة للأحاديث اللي صح، اللي أتباع مذهبه شافوها بعد 200 سنة. يعني ما كانتش عنده وهو بيستنتج الأحكام، ما كانتش عنده، ده هو بيستنتجها من أحاديث محدودة. وجدوا إن مذهبه ينطبق، واخد بالك؟ واستنتاجه ده صحيح مطابق لأحاديث هو ما سمعش عنها. شوف قد ايه ذكاؤه ما شاء الله مع التوفيق، فجزاه الله خير. ولا في إزالة نجاسة، أي ولو معفوا عنها ولم يقل فرض أو نفل كسابقه، لأنها لا تكون إلا فرضا ولو كانت النجاسة معفوا عنها، لأنه متى شرع في غسلها وقع فرضا. يبقى النجاسة المعفو عنها هي معفو عنها طالما ما شرعتش في غسلها، لكن زي طين الشارع، واخد بالك؟ ما دي نجاسه معفو عنها، فلكن شرعت في غسلها وجب عليك بقى انك انت تتم وتزيل اثارها وتشيل جرمها وتشيل كله، خدت بالك؟ لانك شرعت في غسلها اردت ازالتها فلازم تكمل، واخد بالك؟ بس لان لما هتيجي تشرع في غسلها بتنشرها، الماء هيجي فيها يتشرب الثوب، انتشر اتسعت دائرتها، فيبقى انت كده يعني بوظت الدنيا. فكان يا اما لا تشرع فيها وسيبها، يا اما تشرع وشيلها بقى، انما ما تكترهاش. في اي نجاسه في اي في جسمك، في الجسم او الثوب او في موضع الصلاه. مش متاكد، ما احنا عندنا القاعده اليقين لا يزول بالشك، الاصل الطهاره، اليقين لا يزول بالشك. فلو اجنب، اي مثلا، فمثلهما لو حاضت او نفست، وهذا تفريع على قول لا في غسل فرض، وكان عليه ان يقول او اغتسل لنحو جمعه ليكون تفريعا على قولي او نفل، فيكمل التفريع على قولي لا في غسل فرض او نفل. وقول او دميت رجله، افرد رجليه جوه الخف خر الدم والدم نجس، يبقى ساعتها لازم يخلع الخف ويغسل بقى، ما ينفعش يمسح عليه وهو جوه نجس. أي مثلا فمثله ما لو تنجست بغير الدم، وهذا تفريع على قوله ولا في إزالة نجاسة، وقول فأراد المسح إلى آخره، أي في الصورتين. وقول لم يجز جواب لو، ويجز يجزي، لا لم يجزي، ويجزي بضم الياء وسكون الجيم من الإجزاء، يعني مش من الجواز، لم يجزي، واخد بالك؟ يعني لا يجزئه هذا الفعل،
لا يكفيه هذا الفعل من الإجزاء لا من الجواز. لم يجز بضم الباء الياء وسكون الجيم من الإجزاء، ويلزم من عدم الإجزاء عدم الجواز، ولكن لا يلزم من عدم الجواز عدم الإجزاء. يلزم من عدم الإجزاء عدم الجواز والعكس غير صحيح، لأن احنا قايلين إن قد لا يجوز المسح ويجزي في الأمثلة المحرمة، مش كده برضو؟ لما يلبس خف مغصوب نقول له حرام تمسح عليه لكن يجزي، فهمت ازاي؟ يبقى لكن هنا لم يجزي احسن من لا يجز. ليه؟ لان يلزم من عدم الاجزاء عدم الجواز بخلاف العكس. فلو ضبط بفتح الياء وضم الجيم يجز من الجواز لم يفد عدم الاجزاء الذي هو المقصود، فهمت ازاي كلامه؟ في لم يجزي هي اصلا لم يجزي، واخد بالك ازاي؟ فالياء دي حرف علة، لما يجزم بلم بيحذف حرف العلة، ما هو يجوز فيها الهمز ويجوز فيها انها تبقى مهموزة وغير مهموزة، فلو كانت غير مهموزة بحرف علة ويحذف حرف العلة بالجزم، مش كده برضو؟ بلم يجزي يجزي. ايوه انا ممكن يحطها يجزي لم يجز، ولو قال لم يجز ما هي ماشيه برضه من غير الهمز، ما هو ينفع الاجزاء بالهمز وغيره في الفعل، فهمت ازاي؟ بحذفه وهو اصل تملي الهمزه المتطرفه في لغه العرب يجوز حذفها تسهيلا، المتطرفه عموما تقول السماء والسماء، تقول الماء والماء، يعني تملي الهمزه المتطرفه ساعات يحذفوها كده تسهيلا. بل لابد من الغسل، اي لان الغسل وازاله النجاسه لا يتكرران مثل تكرر الوضوء. ليه في الغسل في ازاله النجاسه والغسل ما ينفعش المسح على الخفين، لكن في الوضوء بيمسح بينفع؟ عشان الوضوء متكرر، والتكرر ده بيتطلب التيسير، لكن الغسل يعني اقل، انت بتغتسل اقل ما تتوضا، والنجاسه لما بتقع عليك نادرا ما تقع عليك نجاسه، وعلشان كده لقله حدوث هذه الاشياء ولعدم تكررها يبقى يجب الغسل فيه. فلا يشق فيهما النزع، اللي هي في إزالة النجاسة وفي الغسل، بخلاف الوضوء فإنه يتكرر كل يوم، فلو كلف النزع لكل وضوء لشق عليه. وأشعر قوله الإشعار هو لدلالة هو الدلالة الخفية، أنا مكتوب عندي غلط، هو الدلالة الخفية. وأشعر قوله الإشعار هو الدلالة الخفية، وقوله إن غسل الرجلين أفضل من المسح، أي فيكون المسح خلاف الأفضل لأنه مفضول كما يقتضي التعبير بأفعل التفضيل، فلا يكون مباحا، ويؤخذ من كلام الرمل وغيره أنه يكون مباحا وارتضاه الطوخي، قال وأفضل بمعنى فاضل، فيكون المسح لا فضل فيه أصلا بل يكون مباحا، وإنما يجوز إلى آخره، دخول على كلام المصنف لا أحدهما فقط أي مع غسل. وأشعر قوله جائز أن غسل الرجلين أفضل من المسح، ما غسل الرجلين فعلا أفضل من المسح لأنها العزيمة أفضل لو خيرت، لأنها نظافة وهي الأصل، واخد بالك؟ ولكن احنا قايلين لو كان هو معرض عن السنة يبقى الأفضل في حقه أنه يمسح. وإنما يجوز مسح الخفين لا أحدهما فقط إلا أن يكون فاقد الأخرى، لا أحدهما فقط أي مع غسل الرجل الأخرى إن كانت صحيحة، أو التيمم عنها إن كانت عليلة، يبقى إن كانت عليلة مريضة هيتيمم عنها، وإن كانت صحيحة الرجل الأخرى فلا يجوز مسح واحدة وغسل الثانية بالترتيب حسب ترتيب العضو.
قوله إلا أن يكون فاقد الأخرى أي بقطع أو خلقة، فإنه يمسح على الموجودة فقط دون المفقودة إلا إن بقي بعضها، فلا بد أن يلبس ذلك البعض خفا، أن يلبس ذلك البعض خفا ويمسح عليه أيضا. واحد شايل إيه؟ مشط رجله، شايل حتة من رجله، يبقى الجزء الباقي يلبسه خف ويمسح عليه طالما إيه لسه باقي من موضع الفرق. قوله بثلاثة شرائط، العدد لا مفهوم له، فلا ينافي أنها أربعة كما يشير لذلك قول الشارح ويشترط أيضا طهارتهما، يعني هو بيقول هو قال يشترط ثلاث شرائط، قال لك ده هي الحقيقة أربعة، يبقى الثلاثة دي لا مفهوم لها، يقصد بقى الاختصار، يقصد إن يجمع علشان الناس تحفظ، لكن لا يقصد الاستيعاب. وشرائط جمع شريطة بمعنى مشروطة وهي مؤنثة، فكان عليه حذف التاء لأن احنا عارفين إن التلاتة لما تكون تمييز لمفرد بتعكسه، إذا كان بتميز مؤنث تيجي مذكرة، وإذا كان بتميز مذكر تيجي مؤنث، مش كده برضو؟ وهي مؤنثة، فكان عليه حذف التاء من لفظ العدد وهو ثلاثة، إلا أن يربي أنه أراد بالشرائط الشروط وهي جمع شرط وهو مذكر، يعني ما يغلبوش يعني العلماء ما تغلبش. ليه؟ عندهم ذكاء وفهم في اللغة، واللغة بتاعتنا حملة أوجه كبيرة وليها اشتقاقات كتيرة، عشان كده ما تستعجلش في التصحيح على حد، بص عليه تلاقي يمكن تجوز على وجه، فهمت ازاي؟ فهو بيعلمك هنا انك انت تلتمس العذر للمصنف وتحاول تجيبها له على وجه صحيح، مش انت تشتغل قاعد تصحح للعلماء، لا، تلتمس لهم وجوه صحيحة علشان ما تعتبرش نفسك انت اللي فاهم وهم مش فاهمين، ما يلقش يعني. في ايه؟ يجب الاعادة ولا لا؟ ده هيجي باب التيمم، متى يجب الاعادة؟ الصلاة بتيمم ومتى يعيدها ولا لا؟ لا، ما هتيجي على حسب بقى هو في صحراء ولا مش في صحراء، هل في بمرض يخف منه ولا مش هيخف منه، هل كان على وضوء ولا ما كانش على وضوء، ليها اسباب كتيرة بقى فيها تفاصيل هتيجي في التيمم. قوله أن يبتدئ أي الشخص عبارة الخطيب مريد المسح على الخفين وعلى كل شمل الذكر والأنثى، وقوله لبسهما أي الخفين بثلاث شرائط، أن يبتدئ أي الشخص لبسهما بعد كمال الطهارة، يعني علشان يجوز أن يمسح الخفين لازم يلبسهم الاثنين بعد كمال الطهارة، يعني ما ينفعش أغسل الرجل اليمين واروح انشفها ولابس الخف فيه ولسه الشمال ما اتغسلتش، وبعدين اروح لا اغسل الشمال واروح انشفها ولابس الشمال، يبقى ساعتها مش هنفع اغسل لان ما دخلوش طاهرتين، فاهم؟ دخلت اليمين وكانت التانية مش طاهرة. طب في الحالة دي اعمل ايه؟ اروح نازع اليمين ولابسها تاني، سهلة، اصل افرض ان انا بتوضى في حتة مفيش ابقاب ولا شفش ورافع رجلي على الحوض كده، فهنزلها بقى ادوس على البلاط اللي فيه نجاسة، يعني اعمل ايه؟ يعني يقول لك اصل الشيخ قال لي البسهم، اجيب الراجل يشيلني لحد ما اغسل الثانية يعني؟ طب ما هو مش لازم تحلها، ما هو الخف هيلمس الوساخ، انت عايز تلبس بقى الخف وتحطه في الجزمة، هتدخل رجلك مبلولة في الجزمة هتعك الدنيا وتيجي الورنيش وكل ده، تدعي على الفقيه اللي علمك الايه الشغلانه دي اللي عقدها لك، لكن هي سهل، نشف والبس وحطها عادي، واغسل الثانيه ونشفها والبس، وبعد كده بعد ما لبست حلو قوي اقلع الثانيه والبسها تاني. سهله؟ يبقوا الاثنين دخلوا طايرتين. سهله؟ لا مش مهم الترتيب. اللبس مش مهم ترتيب. ده الموالاه. شرط الموالاة مش شرط اللبس، اللبس لازم يبقوا يدخلوا الاثنين طاهرين. ما هو الجفاف ده اللي هو حد الموالاة. حد الموالاة ان يبقى ده ورا بعضه. الشرط عندنا لا، ما هو الجفاف يقصد الجفاف بنفسه، يعني لطول المدة. طول المدة مش انه جف بان انا نشفته.
جاب فانا نشفته، الموالاه موجوده لان انا اللي منشفه، ما قعدتش مده لما جاب في لوحده. فهم؟ الطهاره مش الوضوء، الطهاره مش الوضوء. طهاره ايه؟ يعني التحمل. ايوه. ما كانتش الرجل التانية طاهرة، يبقى لازم في الحلقة لازم اروح قالع الرجل اللي لبستها بعد ما طهر الرجل التانية. ولو كان وضوء؟ ولو كان اي حاجة، وضوء او غسل، طالما ناوي امسح بعد اللبس ده فلازم البسهم والاتنين طاهرين. ما ينفعش البس واحدة وهي دي طاهرة والتانية لسه ما اتطهرتش. فهمت؟ ما ينفعش. لأن الرسول قال له كده في الحديث، إذا أدخلتهما طاهرتين، قال له كده، إذا أدخلتهما طاهرتين، نص حديث النبي كده. فالفقهاء فهموا منها كده، إن لازم الاثنين يدخلوا طاهرين. آه، غسلت الاثنين بقوا طاهرين، اقعد البس بقى براحتك. هو مش ناوي تمسح؟ براحتك بقى، خلاص. لا أي واحد. تفرقش، لأن أنت مش ناوي تمسح، أنت هتغسل، هترجع للأصل. مش بيقول لك على الأصل دور؟ لكن احنا في رخصة، الرخصة بتقدر بقدرها. ايوه. يبقى طالما عارف ان في ظروف بتضطره احيانا، يبقى يلبسهم بعد ما يتم الغسل الاثنين عشان يبقى مستعد في اي وقت. سهل. يلاقهم قبل ما ينتقد وضوءه. اه، لكن افرض انتقد وضوءه. اه خلاص. انتقد وضوءه وكان انتقد وضوءه يقوم يغسل بس. ده هيتوضى وضوء من اول وجديد. لا. ده لو انتقد وضوءه بفوات مدة المسح. بفوات مدة المسح مش بنقد اخر. ساعتها يقلع الخف ويغسل رجليه بس وخلاص يبقى وضوءه صحيح. فاهم؟ الصورة دي ما ينفعش تمسح. عشان تنفع تمسح لازم بقى تقلع اليمين بعد ما لبست الشمال ولبستها تاني. فهمت ازاي؟ بس تبقى سهلة. الحمد لله. ها؟ الخطيب الشربيني احنا فين طيب؟ ان يبتدئ اي الشخص. عبارة الخطيب الشربيني ليه شرح على ايه؟ اسمه الاقناع، على متن ابي شجاع. الخطيب الشربيني بيقول ايه؟ مريد، اي مريد المسح على الخفين، ان يبتدئ اللي هو مريد المسح على الخفين بدل الشخص. وعلى كل شمل الذكر والانثى، لان الشخص قد لا يشمل الانثى، فهو يقول مريد المسح عشان يشمل الذكر والانثى. وقول لبسهما أي الخفين، وقول بعد كمال الطهارة أي بعد تمامها بالغسل أو الوضوء أو التيمم ولو مع أحدهما، لكن يكون التيمم لعلة لا لفقد الماء، وإلا لبطل بوجود ماء المسح ومسح جبيرة إن كانت. فلو كان علي الحدثان، كلام ده كله واضح يعني سهل. فلو كان علي الحدثان وغسل أعضاء الوضوء عنهما، الحدثان يعني الأكبر والأصغر، وابتدى الأول يتوضأ، ما أنت في أول الغسل بتتوضأ، وغسل أعضاء الوضوء عنهما ولبس الخفين قبل غسل باقي بدنه، لم يعتد بهذا اللبس، لأن لبسهما قبل كمال الطهارة، لأنه لسه كمال بدنه ما طهرش. فإن قيل لا حاجة إلى التقييد بالكمال، لأن حقيقة الطهارة لا تكون إلا كاملة، فمن لم يغسل رجليه أو إحداهما لم ينتظم فيه أن يقال أنه لبس على طهارة، وبمثل ذلك اعترض الرافعي على الوجيز، وأجيب بأن ذلك للتأكيد ولدفع توهم إرادة البعض. كل ده بيتكلم بعد كمال الطهارة. يقول ما أنت ليه بتقول كمال؟ ما تقول بعد الطهارة. هي الطهارة ما تنفعش إلا كاملة. ليه بتحط كمال الطهارة يعني؟ دي كلمة كمال دي. فهمت ازاي؟ هم معترضين على كلمة كمال دي. هو بيقول ان دي لرفع التوهم اللي قد يحدث عند طالب العلم، انه ممكن جزء الطهارة يعتبر يكفي،
فهو حط كمال الطهارة عشان كده، عشان يعني يزيل هذا التوهم. فلو غسل رجلا اهي والبسها خفها ثم فعل بالاخرى كذلك لم يكفي. واضح؟ تفريع. ما هو برضو علشان كده لما بيقول كمال الطهارة عشان يمنع هذا التوهم، ان حتى لو تم معظم الطهارة ولسه ورحت لابس الخف ومعظم برضو ما ينفعش، لازم تكمل للاخر. فهو ايه، حط كمال الطهارة او تمام الطهارة، حط الكلمة دي علشان يبين يرفع هذا التوهم. فلو غسل رجلا والبسها خفها تفريع على مفهوم الشرط اللي هي ادخالهم طاهرتين، وكذلك لو لبس الخفين قبل غسل الرجلين ثم غسلهما في الخفين فلا يكفي ذلك إلا أن ينزعهما من موضع القدم ثم يدخلهما في الخفين. يعني أنا لابس خف ورقبته واسعة، فهمت؟ فرحت غسل رجلي وهما جوه الخفين، ما ينفعش بقى إيه أمسح على الخفين دول، لازم أخلعهم وأروح لابسهم تاني. ليه؟ لان ما دخلوش وهم طاهرتين، لان لما غسلت دي كان الخف ده لا ملبوس وما كانتش دي طهر، فاهم؟ يبقى في الحاله دي هخلع الشمال بس، في الحاله دي هخلع الشمال بس، في الحاله الاولانيه هخلع اليمين بس. متصور المساله سهله، عشان ما يقضيش طول اليوم قاعد يخلع ويلبس ويقول له الراجل اتجنن. ثم فعل بالأخرى كذلك أي غسلها ثم ألبسها خفها. وقوله لم يكفي أي لأنه ابتدأ لبسهما قبل كمال الطهارة، فلا يكفي إلا أن ينزع الأولى من موضع القدم ثم يعيدها. ولو قطعت كفاه ثم نزعها، ولو قطعت كفاه، ولو قطعت كفاه عن نزعه، أيوة صح، ولو قطعت فلا يكفي إلا أن ينزع الأولى من موضع القدم ثم يعيدها. ولو قطعت، افرض عمل الحكاية دي وبعدين حاسة وقطعت رجله، اتقطعت اللي كان أدخلها قبل كمال الطهارة، نقول له خلاص ما يجراش حاجة، امسح بقى على دي. أصله كانوا زمان دول بيحاربوا، دول في حروب، ويجي له سيف يروح قاطع له رجله وكان على وضوء. الحاجات دي كلها يعني كانوا بيتعرضوا ليها المسلمين، لانهم مش قاعدين برطه زينا في بيوتهم، دول كانوا في 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 بقاع الارض، جنود فرسان بيحاربوا، اللي يتقطع ايده وكتفه ورجله ويتعور، وشغلانه كبيره. انما احنا من استعاده المرء في زماننا ان يموت على فرشته، ومن تعاسه المرء في زمانهم ان يموت على فرشته، مش كده برضه؟ يعني احنا في زماننا الواحد يدعي يقول يا رب اموت على فرشتي. سيدنا خالد بن الوليد وهو بيموت على فرشته زعلان. فالمفهوم اختلف. والمراد انه لا يكفي بالنسبه للمسح في المستقبل، والا فهذا الوضوء يجزئ في الصلاه ونحوها. ولو ابتدا لبسهما بعد كمال الطهاره تفريع ايضا على مفهوم الشرط، لان المعتبر في اللبس وصول الرجل قدم الخف. ولذلك لو ألبسهما ساق الخفين وغسلهما فيه ثم أدخلهما موضع القدم كفى. فما كتبه المحشي من أن هذه الصورة ليست من مفاد المتن، وما قاله غيره من أنها مستثناة من كلام المصنف، إنما هو بحسب الظاهر، نظرا لكونه ابتدأ لبسهما بعد كمال الطهارة. لكن قد عرفت أن هذا اللبس غير معتبر، وإنما المعتبر لبسهما في موضع القدم. يعني بيقصد إن لو حطها في رقبة الخف رجله، ما دخلهاش في القدم بتاعه، وبعدين غسل التانية وبعدين دخلهم الاتنين في قدم، يبقى صح، لأنه ما كملش لبس، فهمت؟ ما كملش اللبس طالما ما دخلهاش في موضع القدم. ثم أحدث قبل وصول الرجل أي الأولى أو الثانية لم يجز المسح. وهو بيدخل رجله في رقبة الخف،
ولسه ما وصلتش موضع القدم، وكان غسل الرجل التانية فخرج ريح. نقول له لا كده مش هينفع تمسح، عيد بقى الوضوء تاني وتوضى تاني واقلع الخف اللي في الرجل التانية وتوضى من اول جديد. فهمت؟ اي لانه انما لبسهما لبسهما اللبس المعتبر الذي هو لبسهما في موضع القدم مع الحدث، ولا عبرة بلبسهما في الساق مع الطهارة. وان يكون ده ايه الشرط الثاني، الخفان ساترين لمحل غسل الفرد ان شاء الله يوم السبت القادم. احنا هنمشي بسرعة الزحلفين، ما يجراش حاجة، عشان تحفظ الفقه ده اصله عايز رواقة. كان زمان في الازهر حشية البيجوري بتتقري في 11 سنة، حشية البيجوري 11 سنة، شيخ العمود يقعد 11 سنة كل يوم يقرأ صفحتين ولا ثلاثة، وكل يوم يخلصوها بعد 11 سنة يطلع علامة، سكها الورقة ورقة وكلمة كلمة. إنما احنا عايزين ايه؟ جيل الساندوتش، جيل الريموت كنترول، عايز تدوس على زرار تبقى فقيه، تدوس على زرار تشبه، ما ينفعش. الدين بتاعنا متين فأوغل فيه برفق. أي هل يجوز الجورة بالمسح علي؟ على مذهبنا هل تتوفر فيه الشروط اللي هو لا ينفذ الماء ويتحمل تتابع الخطى، واخد بالك ازاي؟ يبقى لا يجوز على مذهبنا. السيد عبد الله الصديق الغماري شيخي كان يرجح انه يجوز المسح على الجورة، وكان وصل لدرجة الاجتهاد، واخد بالك، وهو قول ضعيف عند الحنابلة، ولكن هو يقول انه يعني من حيث النظر في الأدلة مع تيسير الشرع الشريف لا نستطيع ان نقول انه حرام مطلقا ولا يجوز، لان ده استنتاج الفقهاء بالشروط اللي احنا قلناها، انه يبقى لبس الشراب ورجليه الاثنين طاهرتين، لازم تبقى لابسه برضه ورجليك الاثنين طاهرتين، وانه مغطي موضع الفرد، وانه هو طاهر. فهمت ازاي؟ وما يكونش مبين. على الرأي اللي بيقول انه يجوز، على الرأي، قد يكون هذا الرأي ضعيف، لا يجوز عندنا الشافعية ولا المالكية، لكن في قول ضعيف في مذهب الحنابلة يجيز ذلك، وهذا القول رجحه السيد عبد الله الصديق الغماري، وقال انه هو بالنظر الى روح الشريعة ان في نوع تيسير، وان لا يشترط ان يبقى الخف يتحمل تتابع الخطى، ده استنتاج الفقهاء. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش ان الخف لازم يحتمل تتابع الخطى، ما قالش ان الخف لازم لا ينفذ الماء، ما قالناش كده النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ هم شافوا خف النبي كان كده صلى الله عليه وسلم اللي مسح عليه، فقالوا اه يبقى لازم يبقى كده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش لازم يبقى زي خفي ده. فهمت ازاي؟ ما قالش، استنتاج الفقهاء. يعني تتابعوا الخطى في السفر، يعني مثلا تمشي بيه 200 متر 300 متر كده وما تقطعش، يعني متين شويه. ايوه، ما احنا المذاهب المعتبره لا، لكن بقول لك ان في علماء يجيزون المسح عليه الان. انا كنت في كليه الشريعه ايام ما كنت طالب، يعني في كليه الشريعه كنت ادخل قسم الفقه العام، كلهم اساتذه الفقه اللي بيدرسوا لنا، تلاقي حنفي وحنبلي ومالكي وشافعي وكلهم، نخش نتوضى عشان اصلي معاهم الظهر، واخد بالك، لان انا سني كبير زيهم، فكنت ادخل كاني يعني ايه من ضمنهم، مش من زي الطلبه الصغيرين، فاروح داخل اتوضى الاقي نفسي انا الوحيد اللي بقلع الشراب، كلهم بيمسحوا، كلهم ملكيه وحنابلة ويمسحوا، ها؟ كلهم كانوا يمسحوا، واخد بالك ازاي؟ نقول لهم، يقول لك ما هو التيسير، تيسير هنعمل ايه؟ تيسير. لكن اما يدرس لك بيبلغك مذهب، خد بالك ان الفقيه ممكن يبلغك مذهب، هو بيبلغك مذهب وحدود، لكن مش شرط هو يكون بيلتزم باللي بيقوله لك، هو بيبلغك المذهب. فهمت ازاي؟ لكن مش شرط هو يعمل بيه. ادي المساله، فهمت بقى؟ علشان كده ما تقولش ده بيقول له هنا كده بالمدرج وبعدين هو مش عارف، لا، ما هو بيقول لك لانه بيعلمك مذهب الشافعيه. فهمت ازاي؟ ادي المساله. اي اتفضل. في القليل النادر. انا بمسح الشراب في القليل النادر. لما اكون في موقف صعب او صوابعي وجعاني او كده او ملتهبه،
او مثلا الوقت ضاق او في مكان مش متيسر ان انا البس شبشب فبمسح على مذهب سيدنا الشيخ عبد الله الصديق الغماري. ما هو لازم تلزقها في مجتهد، انت لازم تلزقها في مجتهد علشان انت راجل مقلد. ايوه. ها؟ ايه ايه؟ نجاسة. امال ايه؟ امال ايه؟ النجاسة دي ايه يعني؟ كلب يعني؟ ما هو اذا كانت، ما احنا قايلين ان طين الشوارع معفو عنه. بيقول لك معفو عنها حتى لو انت عارف انها نجاسة. لكن مش معنى كده بقى تخوط لي بقى في المجاري بقى. لا، على مذهب صديق الغباء. ايوه. معنى ذلك ان انا الزقها في عالم واقول خلاص هو قال كده؟ لا، مش اي عالم. اي شيء يعني. مش اي عالم. لما تكون انت عارف ان هو فقيه، مدقق، مش متساهل، واخد بالك، تطمئن ليه، فممكن تمشي على رأيه. انما ما تلاقيه مش فقيه ومدهول ومتساهل وكله، وبعدين انت تمشي وراه، ما ينفعش. فهمت ازاي؟ لان انت لما بتروحش للدكتور الا لما بتسأل عليه، صح ولا لا؟ ما بتسلملوش جسمك اذا كان جراحة الا لما تكون سألت عليه وعمل عمليات لمين ومين ومين واخباره ايه والراجل ده، صح ولا لا؟ عشان تسلم له جسمك وتنام له. فانت هتسلم للشيخ دينك بسهولة اذا كان جسمك ما تسلموش للدكتور بسهولة. مثلا، فيبقى دينك اولى. مش الرسول يقول لك دينك دينك لحمك ودمك؟ مش يقول لك كده؟ والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وافل عن ذكره الغافلون.